اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا اللي يستحقوا بالفعل الظهور في برنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي في بدايه الحلقه ان اتكلم عن مشروع مهم جدا بتنفذه وزارتها البيئه والتجاره والصناعه. المشروع ده هو مشروع التحكم في التلوث البيئي بالقطاع الصناعي. كفايه ان اقول لحضراتكم ان كل ما المصانع تتوافق مع الشروط البيئية فهي بتوفر في تكلفة الطاقة والمياه، يعني بنقلل في تكلفة المنتج النهائي لهذه الصناعة. النهاردة احنا بنقول لحضراتكم من فضلكم شاركوا في مشروع التخلص من التلوث البيئي في القطاع الصناعي. زمان كان بيحصل تفتيش وغرامات وهذا الأمر انتهى تماماً. ده تأكيد من السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللي أكدت لبرنامج الجدعان أنه لم يعد هناك مجال على الإطلاق للتفتيش وفرض غرامات على القطاع الصناعي. هم أكثر وعياً بما يجب أن يكون للتوافق مع النظام البيئي. مصر النهاردة على أبواب استضافة COP27 قمة المناخ العالمي، وبالتالي كل العالم يرى مصر دولة تلتزم بكل المعايير والضوابط البيئية. وخلي بال حضراتكم المصنع الذي لا يستطيع ماليا التوافق مع الاشتراطات والضوابط البيئية سهل جدا يتقدم لجهاز شؤون البيئة بيوفره هناك قروض بفايدة 3.5% لتنفيذ مشروعات التخلص من التلوث البيئي في القطاع الصناعي. طبعا هذه الأموال أو هذا الدعم أو هذا القرض مدعوم من البنك الألماني، من بنك الاستثمار الأوروبي، من الوكالة الفرنسية للتنمية، كل هذه الجهات الدولية داعمة للتخلص من التلوث البيئي. واللي بيساعد حضرتك للحصول على هذا القرض للتوافق مع الاشتراطات البيئية وعمل دراسات الجدوى والدراسات الفنية هو جهاز شؤون البيئة، دور عظيم جدا حتى تتوافق الصناعة في مصر مع الضوابط والمعايير البيئية، وده أمر مطلوب جدا. إن لم يكن للدولة فهو لحضرتك كصاحب صناعة، لأنه بيوفر لحضرتك في فاتورة الطاقة وفي فاتورة المياه، وهو أمر يتزايد شئنا أم أبينا. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان.